في كلمة ألقاها خلال زيارته للإدارة العامة لوحدة التدخل بثكنة بوشوشة، أثنى رئيس الجمهورية قيس سعيد على المجهودات الكبيرة لإطارات هذه الوحدات وأعوانها في الذود عن الوطن وتفانيهم في أداء الرسالة الأمنية النبيلة المناطة بعهدتهم، مثمنا من جهة أخرى العمل الدؤوب للمؤسسة الأمنية بمختلف أسلاكها لمجابهة جائحة كورونا. أعلم أنكم تعملون في صمت ولكن دون هوادة في كل مكان وتحت أي ظرف، متى دعتكم المسؤولية لذلك. حماة هذا الوطن إلى جانب قوات الحرس وقوات الجيش وكل الأسلاك النشيطة الأخرى، ومع الدولة أن تعي أننا مدينون لكم ولكل الأسلاك النشيطة بما تقومون به أنتم في هذه المحنة التي يعيشها العالم اليوم، هذه الجائحة في الصفوف الأولى لمجابهة هذه الجائحة. وفي سياق متصل شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة دعم المؤسسة الأمنية والعسكرية لوجستيا وبشريا للنهوض بها من أجل خدمة الوطن ورفع رايته عاليا. أنتم في حاجة إلى الدعم، وسأعمل إن شاء الله بكل الوسائل على دعم المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية بالعتاد الذي تحتاجونه وبالرجال وبالنساء أيضا. وبعد اطلاعه بالمناسبة على جاهزية الوحدات الأمنية واستعداداتها وعلى ما يقوم به الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب من مجهودات للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا، من ذلك بالخصوص توفير سيارة إسعاف مجهزة بكل المستلزمات ووضعها على ذمة أبناء الإدارة العامة لوحدات التدخل في تونس الكبرى ومختلف الجهات، تابع رئيس الجمهورية قيس سعيد استعراضا أمنيا لكل التشكيلات المتنقلة، منها وحدة مكافحة الشغب والعنف ووحدات حفظ النظام، إلى جانب تشكيلات لمختلف الإدارات من حماية المنشآت والشخصيات وإدارة الفرق المختصة وإدارة مجابهة الإرهاب. كما تابع رئيس الجمهورية تمارين ميدانية تكتيكية لمختلف إدارات وحدات التدخل تعكس جاهزية الوحدات لكل الطوارئ. وفي ختام الاستعراض وقف الحاضرون دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء المؤسسة الأمنية.